السلام عليكم البنات، مرحبا بكم مرة أخرى في قناة شيوات بنت لالة نعيمة. كيف ما كتشوفوا معايا المقادير البنات، اليوم غنحضر معكم واحد الفطائر اللي كيجيو رائعين وبدون اختمار وبدون فرن. نمشيو على بركة الله نتعرفوا على المقادير. بالنسبة للعجين السائل ديالنا كنحتاجو نص لتر من الحليب، جوج كيسان ونص من الفورص الأبيض، جوج المعالق ديال الزبدة من بعد ما ذوبناها، جوج ديال البيضات، شويه ديال الخميره ديال الحلوى، وشويه ديال الملح، شويه ديال السنيده. بالنسبه للحشوه البنات غادي نحتاجوا لهاد التوابل: شويه الملح، سكينجبير، خرقوم، ابزار، شويه ديال التحميره. عندنا خيزو من بعد ما دوزناه في الحكاكه، شويه ديال الزيتون الاسود مقطع، فلفل كذلك، والبصله، وشويه ديال الربيع مع شويه ديال الثومه، والهريسه اللي كتبقى اختياريه على حسب الذوق ديالكم الا كان كيعجبكم الحار. نمشيو على بركه الله لطريقه التحضير. بسم الله البنات، اول حاجه كنبداو بها هو تحضير العجين السائل. كنوضعو نص لتر ديال الحليب، جوج الكيسان ونص ديال الفورص، جوج ديال البيضات، شويه ديال الملح والسنيده، وشويه ديال الخميره ديال الحلوى. في الاخير كنضيفو الزبده اللي ذوبنا قبل، جوج المعالق كبار ديال الزبده دايبه، كنخلطو هاد العناصر مزيان. من بعد ما البنات خلطنا الخليط ديالنا كنحصلو على هاد الشكل هذا، كنوضعوه في اناء غطيو بلاستيك غذائي، وكنخليوه يرتاح بين ما وجدنا الحشوه ديالنا. بالنسبه للحشوه البنات كنضيفو شويه ديال الزيت والبصله، الفلفله كذلك، كنخلطوهم جيدا حتى كي نزلوا لينا شويه كيذوبوا. كنضيفوا شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، كنخلطوهم مزيان، كنضيفوا خيزو جاي كنحركوا جيدا صافي. كنزيدوا التوابل اللي ذكرنا من قبل: سكينجبير، خرقوم، تحميره، والهريسه كذلك حسب الذوق، والربيع والثومه. كنخلطو جيدا وكنضيفو اخيرا كنضيفو الزيتون. عندنا مقطع، تقدروا تضيفو اي زيتون عندكم ولا حتى القرعه حتى هي علاش لا كانت موجوده. كنطفيو وكنخليو الحشوه ديالنا حتى كتبرد. كيف ما كتشوفوا البنات، من بعد ما وجدنا الحشوه ديالنا وتسنين عليها واحد شويه حتى بردات، غادي نضيفوها على الخليط اللي وجدنا من قبل. غادي نخلطو العناصر جيدا بهذا الشكل هذا. كنكون حطيت المقلة سخن، طبيعة الحال تكون المقلة ما كتلصقش، مقلة خاصة بالبغرير. كندهنوها بشوية ديال الزيت، كنمشيو مباشرة كنخويو فيها الخليط ديالنا، كنحاولو أننا نوزنو على هاد الشكل هدا. كنخويو
نتسناو عليهم غير شويه يطيبوا ونشوفوا لينا من الفوق. نعاودو نقلبوها. كيجيو رائعين البنات، كنتمنى انكم تجربوهم. واحده اخرى نفس الطريقه، غادي ندهنوا المقلب شويه ديال الزيت. الفرماج البنات الا كان عندكم متوفر حتى هو تقدروا ديروه. انا درت نص الفرماج ونص الاخر بلا فرماج بهذا الشكل هذا. نعاودو نقلبوها. حتى الفرماج كيعطي واحد المذاق رائع، يبقى اختياري. لا كان عندكم متوفر اي فرماج عندكم تقدروا تقطعوه وديروه موتزاريلا ولا الفرماج المربع ولا كيري تقطعوه ولا اي فرماج عندكم. صافي كنستمروا البنات بنفس الطريقه نتلاقاو الشكل النهائي. وهذا الشكل النهائي البنات بالصحة والراحة. كنتمنى انكم تجربوا هاد الفطائر كيجيو رائعين مع دواز ديال اتاي، وكنتمنى انكم تدعموني بلايك. السلام عليكم.